commence à chauffer le. Il est long la journée. Oui, un capital. Monsieur Smaïl Abou Hoko. Paris et Nubi, pour le protocole honoraire de la Finlande. Rock depuis août 2019. Et maintenant, je suis très heureux d'être ici à Agadir pour inaugurer l'exposition Finlande et Maghreb, qui se situe ici dans le très bon environnement de l'université Ibn Zohr à Agadir. Et je suis très heureux que nous pouvons, pendant des semaines, présenter l'exposition ici. Nous espérons qu'il y ait beaucoup de visiteurs, étudiants et étudiantes, pour apprendre, comprendre les relations entre la Finlande et le Maroc, et aussi la Finlande, Maghreb en général. Vous allez voir l'histoire de la Finlande, vous allez voir l'histoire des relations diplomatiques qui sont maintenant 63 ans vieux, et aussi la potentielle, comment on peut développer les relations encore entre la Finlande et le Maroc, surtout dans le domaine commercial, que ce soit d'énergie renouvelable, que ce soit efficacité énergétique, économie circulaire, technologie de santé, etc., etc. Il y a un potentiel énorme entre nos deux pays et il faut juste pousser à ça, il faut développer ça. سعادة السفير مع السفير جمهورية فنلندا بالمغرب في إطار الزيارة التي يقوم بها لجامعة ابن زهر في هذا الفضاء الجميل بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية وافتتاح معرض ذكرى 60 للعلاقات الطيبة الأخوية بين المغرب وبين فنلندا. السيد السفير والوفد المرافق له أكد على أهمية المغرب بالنسبة لفنلندا في العلاقات الدولية في السلام الدولي. أيضا أكدنا له على أن المغرب بوابة إفريقيا نحو العالم نحو أوروبا وأيضا نحو قارة أمريكا. مجموعة من الأساتذة والطلبة والإداريين يستفيدون من تبادل الخبرات مع فنلندا. نطمح إن شاء الله أنه تكون هذه العلاقة تتوطد وتزيد لقدام، نكون عندنا عدد كبير من الطلبة ومن الأساتذة، بحوث، مشاريع يمكن نعمل على إنجازها مع فنلندا، مع الجامعات الفنلندية، خاصة في مجال التنمية المستدامة والتصحر، محاربة التصحر وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل. وشكرا. معرض فنلندا المغرب هو مناسبة لتسمين العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية الشريفة ودولة فنلندا واللي كتجاوز 50 سنة، وهي مناسبة أيضا باش نفتحوا مجموعة من شراكات مع الجامعات بين الجامعات المغربية والجامعات الفنلندية. هذه الشراكات هي اللي موجودة حاليا واللي كيستافدوا منها الطلبة، كيستافدوا منها الأساتذة، وكيستافدوا منها أيضا الإداريين، اللي الهدف ديالها هو التثمين ديال هذه العلاقات بين دولة فنلندا والمملكة المغربية.